اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي وايه الاخبار اللي موجوده على السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه، ونبتدي بحساب يلا كوره على تويتر واللي بيقول او بيكشف تطورات فكره انشاء فرع خامس للنادي الاهلي بالعالمين. لحد دلوقتي يا جماعه ما جاش اي خطاب رسمي من هيئه المجتمعات العمرانيه. الاهلي مشكل لجنه مكونه طبعا من الاستاذ العمري فاروق، هي اللجنه برئاسته يعني، وايضا الاستاذ خالد او المهندس خالد مرتجي والاستاذ محمد الغزاوي والاستاذ محمد الضماطي والاستاذ محمد الجرحي اعضاء مجلس الاداره، ولمياء مختار عضو لجنه تنميه الموارد والمدير التنفيذي كمان للنادي الدكتور سعد شلبي لدراسه الامر في حاله وصول خطاب رسمي من هيئه المجتمعات العمرانيه. فدايما ننتظر الرسمي، الامور تبقى ماشيه ازاي، لكن اكيد في اهتمام بالنسبه للنادي الاهلي. لو في حاجه زي كده طبعا هتبقى حاجه ايجابيه جدا في اطار حرص النادي الاهلي ومجلس ادارته على دايما ان هم يكونوا متواجدين في اكبر كم ممكن من الاماكن اللي تخدم اعضاء النادي الاهلي وجماهيره في كل مكان. تعالوا نروح لخبر اخر وهو بيتعلق بكهرباء. ده اليوم السابع على حسابهم على تويتر، وبيقولوا الفحص الطبي ينتظر كهرباء علي لطفي قبل اول مران للاهلي. اول مران تقريبا هيكون يوم الاثنين، وكهرباء وعلي لطفي كان عندهم برد قوي شويه، بس الحمد لله حالتهم كويسه. اعتقد كهرباء موجود في السعوديه بيعمل عمره، ربنا يتقبل منه يا رب. علي لطفي اكيد يعني زمان ان شاء الله حالته بقت افضل، فباذن الله مع اول مران يكونوا موجودين مع الفريق بشكل طبيعي في التدريبات الجماعيه. كورة بلس حسابه على تويتر، كولر يطلب 4 تقارير من الجهاز الطبي للأهلي لهذا السبب. إيه هو بقى السبب؟ الراجل يعني طالب من الجهاز الطبي تقريرا شاملا أو طبيا شاملا عن إصابات لاعبي الفريق وخصوصا متولي وعبد المنعم وأيمن أشرف، وعايز يقف على يعني آخر التطورات الخاصة بإصاباتهم عشان يعني يشوف الأمور هتمشي إزاي خلال المرحلة الجاية و امكانيه الاستعانه بهم وامتى تكون الفتره اللي يكونوا متواجدين فيها بشكل تدريبات جماعيه مع النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل اكتر. استنوا يلا بينا.